هل تفتح قضية اللاجئين قنوات التواصل السياسي بين أنقرة ودمشق؟ وماذا في زيارة وفد المعارضة التركية إلى بيروت؟ هل يخرج هذا الملف من بازار الانتخابات إلى سكة الحل؟ وكيف ترى المعارضة التركية المنقسمة واقعها في السباق إلى الرئاسة؟ في مقابلة مع إيلاي أكسوي نائبة رئيس الحزب الديمقراطي المعارض في تركيا، تأتيكم في الأوقات التالية.